بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة حندخل في موضوع جديد. قبل كم من يوم كده قابلني شاب وقال لي ممكن أسألك سؤال؟ قلت له اسأل. قال لي أنا بصلي وبصلي الوقت بوقته، إنما بعد صلاة العشاء بحب أتعشى وأشرب في كوباية بيرة معايا. قالوا لي حرام. قلت لهم لا مش حرام، لأن ربنا بيقول في القرآن يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، وما أنا بقربهاش وأنا بصلي خلاص بعد الصلاة، خلصت كل صلاة اليوم دلوقتي أنا معايا الوقت اللي أقدر أعمل فيه اللي أنا عايزه. بالحقيقة ذهلت من طريقة التفكير في شاب معاصر معانا في الوقت ده. فبصيت له قلت له طيب أنا أسألك سؤال، هو ربنا قال يا أيها الناس ولا يا أيها الذين آمنوا؟ سكت شوية كده وقال لي لا يا أيها الذين آمنوا. قلت له طب أنت متعرفش أن الخمرة بتقفل مدارك العقل؟ ما ردش. قلت له طب اللي تقفل مدارك عقله هل يكون من الذين آمنوا اللي ربنا بيخاطبهم؟ طبعا زي ما تقول كده انبخع ولف حاله ومشي. أنا قلت لا ده موضوع بقى كبير، لازم يكون يعني مثله متايل، هيكون في شباب مثله هيكونوا نفس الطريقة دي، ما كانوا الشباب يكونوا كمان رجالة كبار. فقلت لا خليني أبحث في الموضوع ده وأشوف. رحت أدور في مصادر السنة ومصادر الشيعة عشان أشوف الحقيقة فين مكتوبة. الحقيقة يعني اللي شفته بيضيع العقل. اسمعوا معايا. أول حاجة عند إخواننا السنة لقيتهم كلهم متفقين انهم يقولوا ايه، ان ربنا نزل الخمرة منع الخمرة بالتدريج، قال ايه عشان ما يزعلهمش وما يخلهمش يتضايقوا من الدين، قال لهم اشربوا شوية 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 وبعدين قفلها. ما يعرفوش ان كل نبي ارسله الله بتوحيد الله وتحريم الخمر. كل الانبياء توحيد الله وتحريم الخمر، اللي هم بيفسروا دلوقتي التفسير على مزاجهم بقى. يجي هنا نبص. بصيت انا طبعا فتشت على الكتب بتاعتهم ولقيت الجريمه الكبرى ايه هي بقى. لقيت عند علمائهم اللي بيقولوا عليهم اكبر العلماء عند اهل السنه، عند السيوطي، عند الواحدي، عند النسائي، عند الحاكم النيشابوري، عند ابن تيميه، عند سيد قطب، كلهم متفقين على شيخ واحد، متفقين على كلام واحد، ان ربنا نزل الخمر بالتدريج. والمصيبه الكبرى بقى ايه، ان كلهم اتفقوا على انهم يقولوا ان الايه دي نزلت في مين، في علي سلام الله عليه. دي في ذاتها جريمه. قالوا ايه يعني ما كفهمش حتى ان يتهموه يسكتوا، لا قالوا ان قال علي عبد الرحمن بن عوف عمل غداء وعزمني أنا وشوية وكمان أكم من واحد، وقعدنا واتغدينا وأسقانا الخمر ولعبت الخمرة برؤوسنا حتى جاء وقت الصلاة. شوف يعني حتى هم بيسكروا والصلاة كانت مفروضة عليهم، حتى جاء وقت الصلاة فقالوا قوم يا علي أم الصلاة. فقمت وقلت قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ونحن نعبد ما تعبد، ونحن نعبد ما تعبدون. فنزلت الآية دي إن ربنا قال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. الافتراء والحقد الأسود على علي اللي خلاهم يقولوا الكلام ده. ومعظم علمائهم اللي بيقولوا عنهم علماء النفاق، اللي بيقولوا عنهم العلماء دول اللي يقولوا كده في علي، في نور الله، في سنو رسول الله، يقولوا عنه انه بيتناول الخمر. طبعا قالوا كده ليه؟ عشان يداروا على ابو بكر وعمر انهم كانوا بيشربوا الخمر، كانوا انس بن مالك يعمل لهم قعده وسهره ويشربوا الخمر معاهم. دي مسجله عندهم، حتى ان لما نزلت افلا تنتهون قال عمر انتهينا انتهينا انتهينا. يعني كانوا بيشربوا الخمر بعد الصلاه كمان. طيب عبد الرحمن بن عوف كان صحابي جليل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان من أصحاب الإمام علي عليه السلام، وكان إنسان نوراني. اللي بيتهموه مع علي إن هو عمل لهم الأكل وشربهم الخمرة. بعدين نجد إن سيد قطب
في كتابه في ظلال القرآن حطها. ابن تيمية المنافق الأكبر في منهاج السنة حطها. قلت يا بنتي روحي عند الشعراوي اللي كل المصريين بيحبوه بيعتبروا ان هو بعد رسول الله بيأمنوا بكلامه. فتحت على شعراوي، دورت على صورة آية 41 في سورة فاطر. تعال يا سيدنا شعراوي قول لي بقى بتقول فيها ايه. لقيته بيحكي نفس الطريقة، ان الخمرة نزلت بالتدريج ودرجها ربنا عشان ما يضايقهمش، وان احدهم ما قالش عليه، قال احدهم كان بيصلي وقال كذا كذا فنزلت الآية دي. يعني ها مبلوعة منك شوية. ابن تيمية اول حاجة سيد قطب ده لما نزلها في كتابه، سيد قطب من طبيعته اي حاجة تنزل اهل البيت داون، يعني تنزلهم تحت يعملها. يعني كراهيته كانت لاهل البيت كتير 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 واضحة. وللأسف الشديد ان بعض علمائنا في الشيعة بياخدوا من سيد قطب ده للأسف. المهم نشوف ابن تيمية. ابن تيمية بقى دي ده اسمعوا معايا عمل ايه. اللي معظم السعوديين ماشيين ورا ابن تيمية. ابن تيمية كان حقد اسود على علي. بيقول في كتابه ايه، بيقول علي قبل بلوغه كان يعبد الاصنام. يا راجل ده انتوا في كتبكم بتقولوا كرم الله وجهه، ولما سألناكم يعني ايه كرم الله وجهه قلت لم يسجد لصنم. نفاقك يبقى هل قد علني؟ رجع قال ايه، علي كان كافرا لانه من ابوين كافرين. الله، ما انتوا بتقولوا اول من اشهر اسلامه مع رسول الله كان علي. قال لك اسلام الصبي قبل البلوغ لا يجوز. وبعدين رجع يقول ايه، في مكة كلها ما كانش فيه مؤمنين، لا رجل ولا امرأة ولا صبي، عشان ما يقولوش علي، ولا صبي ولا الثلاثة هدول، يقصد أبو بكر وعمر وعثمان، ولا الثلاثة هدول ما كانوش مؤمنين، ولا علي. جابها بقى على المفتوح، ولا علي. بالعكس كان علي الصحابة تكرهه وكل ما يشوفوه يسبوا عليه. دي أفكار ابن تيمية. يا أخوانا اللي في السعودية اللي أنتم تابعين أم ابن تيمية، هذا ابن تيمية يقول على صنو رسول الله، يقول على نور الله في الأرض علي سلام الله عليه، يقول عنه هذا الكلام. بعدين ما كفهوش، راح قال إيه، قال إن عشان أبو بكر أغضبها لفاطمة، كان الرسول يقول إيه، إن الله يرضى لرضاها ويغضب لغضبها. فاخترع له قصة بقى عشان يبرأ أبو بكر، فقال إن علي أغضبها لفاطمة. إزاي أغضبها؟ قال راح خطب بنت أبو لهب، وراحت فاطمة غضبانة وقالت لأبوها كأنه عايش معاها في البيت يعني، وقالت لأبوها إزاي أنت ما تغضبش لبنتك، إزاي أنت ما تفزعليش، إزاي أنت ما تدافعش عني، تسيب علي يعمل كده فيا وأنت ساكت. دي تحط من قيمة فاطمة وتحط من قيمة رسول الله إنه يتبع مشاعره. قام رسول الله غضبان وطلع على المنبر وقال أيها الناس، بني المغيرة استأذنوني في إنهم يعطوا بنتهم لعلي بن أبي طالب، وأنا لا أأذن لا أأذن لا أأذن إلا إذا كان ابن أبي طالب يطلق بنتي. تخيل رسول الله يتكلم بهالطريقة، وتخيل رسول الله ينفعل وراء انفعالات بنته اللي هو لا ينطق على الهوى إن هو إلا وحي يوحى. عايزين ينزلوا من رسول الله، من قيمة رسول الله كمان، من كلام رسول الله. وبعدين قال ما أقبلش إن يعمل كده في بنتي، لأن ما يريب فاطمة يريبني، وما يغضب فاطمة يغضبني، وما يغضبني يغضب الله. عايزين يبينوا إن علي مش بس أغضب فاطمة، أغضب الله. طبعا كل ده كلام كذب 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 كذب، وكل الصحابة كذبوه، ومع ذلك بيحطوه في الكتب وبينقلوه من بعض. ولسه بيقول ايه، حتى انه كان له صهر بيقول عنه انه هو حدثني فصدقني ووعدني فوافى لي. الرسول ما كانش له أصهر، كان البنات بنتها لخديجة اللي هو جوزهم وكانوا متربين عنده في البيت،
ما عندهمش غير فاطمة فقط، وصهره الوحيد هو علي اللي ربنا ذكره في القرآن. يقول لك لا، هو كان يقصد ان اسخرته من بني شمس، عبد شمس، ان بني عبد شمس هم صادقين وانهم ما بيخلفوش الكلام، وان بني هاشم هم الكذابين. بني عبد شمس دول الامويين، فعايز ابن تيمية يبين الامويين احسن من الهاشميين. شوف الحقد وصلوا لفين. اخترع له قصة تانية، ما كفهوش اللي قاله واللي عمله ده. طبعا الكلام ده كله قاله بعد مدة من موت رسول الله ومن موت فاطمة، عشان يبين للناس، يعني يشوه صورة فاطمة مع رسول الله وينزلهم، ينزل من قيمتهم. اخترع له قصة تانية. اهي قال لك يوم من الايام كان الرسول ماشي طالع يصلي صلاة الفجر، فخبط على بيت علي وفاطمة وقال لهم قوموا يرحمكم الله لصلاة الفجر. فرد علي وقال له ايه؟ قال له ان ارواحنا في ملك الله، ان اراد ان يبعثنا بعثنا. فمشي رسول الله غضبان يخبط على فخذه ويقول وكان الانسان اكثر شيء جدلا. النبي تصدقوا الكلام ده؟ تصدقوا الكلام ده عن علي وعن رسول الله وعن فاطمة؟ ما لكم كيف تحكمون؟ يلي بتتابعوا ابن تيمية، يلي بتتابعوا أكبر منافق في العالم، ده زمانه في قاع جهنم دلوقتي. طيب أديني شفت أهل السنة، خليني أشوف بقى أهل العترة، العترة الصادقة بتاعتنا. بحثت ودورت وفتحت الكتب وفتحت بحار الأنوار وفتحت الكافي وفتحت أخبار عيون الرضا وفتحت كل دول وطلعت بنتيجة. أول حاجة الصادق عليه السلام، شوف كلام العترة اللي تدخل جوه القلب. الصادق عليه السلام بيقول لك إيه؟ إذا أحببت أن تقوم إلى صلاة الليل أو صلاة الفجر، حاول تشرب حاجة أو تأكل بضع لقيمات عشان تحس إنك أنت فقت، حتى لا تقرب الصلاة وأنت بسكرة النوم. شوف الفرق هنا، شوف معنى الآية بقى لما يجيبها لك الصادق، حتى لا تقرب الصلاة وأنت في سكرة النوم. لأن ربنا هنا كان يقصد يا أيها الذين آمنوا، لما يكلم المؤمنين يكلمهم عن سكر إطلاقا، فكان هنا ربنا يقصد لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. يعني إيه سكارى؟ يعني آية من النوم في دوشة النوم تصلي الفجر، شاطف وشك يا دوبك بسرعة كده عشان تقف تصلي، عين مفتوحة وعين مقفولة وعمال تخلص بسرعة عشان تنام. قال لك لا، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكرة النوم. اشرب لك حاجة، كل لك لقمة، أي حاجة عشان تبقى حاسس بنفسك إنك اتنقلت من النوم لليقظة، عشان تفهم أنت بتقول إيه، أحسن ما تلخبط في الكلام مع الله وربنا في الصلاة ربنا يراك. هذا تفسير الآية، هذه تفسير الآية عند العترة الصادقة. وبعدين هم بيقولوا ان ربنا نزل الخمره بالتدريج عشان خاطر حبايب قلبه ما يزعلوش، لانهم كانوا بيشربوا الخمره زي الميه. العتره الطاهره بتقول لك لا، ربنا نزلها من الغليظ للاغلظ للاغلظ حتى نهاها. يعني اسمع، قال لك اول حاجه يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس. ليه؟ لان هو فيهم يعني ذنب كبير قوي، انما الخمر والميسر الاثنين فيهم منافع. ايه؟ اللي بيبيعوها بيكسبوا، واللي بيقعد في المقمره بيطلع كسبان 10 15، وكذلك اللوتري اللي بيعملوها دلوقتي نفس الشيء. منافع فيهما اثم كبير ومنافع للناس، واثمهما اكبر من نفعهما. هذا التغليظ الاولاني. وبعدين قال لك انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم. مش قال لك اسمهما اكبر من ذنبهما؟ اول حاجه قال لك ذنب كبير، تاني حاجه قال لك حرمها، يبقى بدا من الغليظ للاغلظ مش بالتدريج. يعني عايز يحرم الخمره بالتدريج حنين، يعني على الخمرجيه والسكاره. على فكره كمان الخمره لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، الخمرة نفس منع الخمرة، مش بس الخمرة اللي هي المشروبات، الحشيش والمروانة والحبوب والحاجات اللي بيتعاطوها الشباب دلوقتي كلها تأخذ نفس قاعدة الخمر، من الإثم الكبير، من الذنوب الكبيرة هذه.
بيقولوا ايه في كتبهم، هم بيقولوا ان ايات الخمر الاولى نسخت بآية ان حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم. فيش حاجة اسمها نسخ، القرآن ما فيهوش نسخ يا جماعة. اي واحد يقول لك ايات منسوخة اعرف انه ما فيهاش حاجة في القرآن، لان ربنا اللي عمل القرآن ده قال لك ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد. القول اللي انا قلته لا يبدل. فلذلك اي حد يجي يقول لك ايه منسوخه، اي شيخ يطلع على المنبر ويقول لك ايات منسوخه، اعرف انه ما بيعرفش حاجه في القران. طيب الباقر عليه السلام هنا بيقول لك ايه فينا، ودي مهمه قوي انتبهوا معايا فيها. بيشرح ايه بيقول لك الايه دي بتقول وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. دي الايه دي مهمه قوي لازم نفهمها. يعني ايه؟ قال لك في ناس بتصوم وبتصلي وبتزكي، انما لو عرض لهم الحرام بيعملوه، ولو قلت عليهم فضيله من فضائل علي ينكروها ويقولوا لا ما نسمعهاش ومش فاهمينها وغلط ومش مظبوط الكلام. كتير عملوها دلوقتي معانا واحنا بنتكلم، بنقول لهم مثلا قال علي كذا، تقول لي لا ما صدقش الحديث ده، لا ده ما قالوش، لا الكلام ده ما صدقهوش. الباقر بيفهمنا بيقول لكم اي حديث يجي عن طريق العتره لا ترفضه، ولكن قول لا افهمه، ردوه الينا وقولوا لم نفهمه. انما لو ترد حديث للعتره تقول لا ما ينفعش ولا ما اسمحوش ولا ما يصدقوش، هتروح في داهيه. طيب هنشوف بقى دلوقتي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أصول الكافي بيقول لك إيه. إن الله جعل لأخي علي فضائل لا يحصي عددها إلا الله. اسمع معايا، اللي بيذكر فضيلة من فضائل علي غفر الله ذنوبه ما تقدم وما تأخر ولو كانت حمل الثقلين. اللي يذكر فضيلة من فضائل علي، ومن كتب فضيلة من فضائله لم تزل الملائكة تستغفر له حتى تمحى هذه الكتابة على مر السنين. ومن استمع إلى فضيلة من فضائل علي، أنا بكسبكم ثواب دلوقتي، ومن استمع إلى فضيلة من فضائل علي غفر الله ما سمعه بأذنه من الكلام الغلط. ومن نظر إلى فضيلة من فضائل أو كتابة مكتوبة عن علي غفر الله ما اكتسبه من الخطأ بعينيه، يعني نظر للحرام، نظر لوحده، نظر لكذا، ده كله بيتغفر له إذا بص في دفتر أو في كتاب وقرأ فضيلة من فضائل علي. شوفي بقى لما الرسول يتكلم عن علي إزاي، وشوفي هم بيقولوا عن علي إيه. في رواية لأم سلمة برضو في بحار الأنوار، هذا مش قلت لك في الكافي، دلوقتي في بحار الأنوار، اسمع أم سلمة بتقول إيه. قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله ما قوم اجتمعوا يذكرون علي إلا وهبطت عليهم ملائكة السماء حتى تحف بهم، فإذا تفرقوا قالت لهم تفرقوا وصعدت الملائكة إلى السماء قالت لهم ملائكة السماء ما هذه الرائحة الرائعة التي تحملونها؟ قالوا كنا نجلس في مجلس يذكر فيه محمد وآل محمد فتعطرنا بعطرهم. هنا الإمام الصادق عليه السلام يقول لك إيه، إن للطاعة رائحة تشمها الملائكة، وللمعصية أيضا روائح، فعطروا معصيتكم بالاستغفار. يعني إذا أنت عملت شيء غلط استغفر، تقوم تتعطر بريحة طيبة تضيع ريحة الريحة الكئيبة اللي نتيجة الذنوب. في بحار الأنوار عن ابن عباس آخر حاجة دي بيقول إيه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول، طبعا وآله دي مني، أعطاني الله خمسا وأعطى عليا خمسا. اسمع معي، أعطاني جوامع الكلام وأعطى عليا جوامع العلم، جعلني نبيا وجعله وصيا، أعطاني الكوثر وأعطاه السلسبيل، أعطاني الوحي وأعطاه الإلهام، وأسري به إليه وفتح له أبواب السماء والحجب حتى نظر إليه. اسمع الحتة دي وفهمها، مين هو اللي نظر إليه؟ علي الملكوتي فوق. اسمعها تاني، وأسري بي إليه وفتح له أبواب السماء وأبواب الحجب حتى نظر إلي ونظرت إليه.
فلما هبطت جعلت أخبره بذلك وهو يخبرني، وعلمت أني لم أطأ موطئا إلا كشف لعلي عنه. وهذا تفسير آية ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى دنوا واقترابا من العلي الأعلى. نقف لغاية كده النهاردة إن شاء الله، نشوفكم في حلقة تانية إن شاء الله يكون عجبكم الموضوع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.